مساء الخير، هذا جمال فريد للمرة الثالثة يحييكم ويشد على يديكم كالعادة. أنا عودكم كل ما فما حاجة مهمة ولا أكيدة ولا يرجونت نتكلم، حتى 50 مرة نتكلم، واللي ما حبوش يتفرج ما يتفرجش ولا يبلوكي كيكم عشيرة خليقتي. المفيد، الأخ وزير الداخلية اللواطي واللوطي، واللي نذكره مرة أخرى هو من فرنسا، هو يعملوا له تليفون اللي يخدموا عنده البوليسيه نتاعه ويقول له هكا جاني البريك مازال موجود في فرنسا في باريس، والبوليسيه تعرف المسكن، يعرف البوليسيه تاع التريزيام باري تريزيام يعرفوا المسكن، يقدم قضيه انه هو ما الفيديو اللي عديت عليه ماهوش لواتي ويمارس في الجنس وبكل حب وتلذذ وبكل انصهار وانسجام في جسد رجل. وتعرفوا هذايا اللواط من الكبائر، معناتها حاجه خطيره ياسر في الدين الاسلامي. مسيب البوليسيه نتاعو، مسيب كلاب وكلاب الدم، كلاب الدم والهم والغم، يفرضوا على خلق الله تصوم ولا تفطر وسكروا في القهاوي. فرش واحد قبيله في حي النصر قال لك انا عندي مليار كريدي ويزني خلص البنوك. جنى رينا فوتر دي تاجيل، عندك مليار كريدي تخلص فيه ولا لا، ولا عندك 20 خدام. اللي يحب يفطر ويجي يعمل قهوه ولا يعمل سيجارو في وسط القهوة ولا في وسط المطعم حر. ما لشنيه الديمقراطية اللي وزير الداخلية بيدو العاهر الساقط اللواطي واللوطي اللي هنا في أحضان الجمهورية الفرنسية الديمقراطية الفاصلة بين الدين والديانة والكنيسة والدولة. الترهدين والنفاق، مش خاطر عندك، أنا مش نسب فيك توا، خاطر مش حكيت أنت عندك كريدي، لو برانسي أن واحد يحب يتعشى ولا يحب يفطر ولا في أي وقت يحبه، عن كم مواطن في لوبليغاسيون دوبرير بور سيرفير لي جون. مش خاطر رمضان ولا لكم دينكم ولي ديني، إذا عصيتم فاستكروا برا سيدي، ها ونقولوا نحترموا هذا في قهوة مسكر على روحي، شو يهمك في مذهب بابا نفطر ولا صايم مريض ولا مش مريض. أنا يا خويا ما نمنش، جو سوي با ميزيلمون يا ديني، أنا مانيش مسلم. انا تونسي عربي تونسي، الجنسيه بتاعي تونسيه الاب عن جد، ما نحبش نصيم، ما نمنش بالصيام، تسال زبابة عندي هما راهو تو مش كان الصيام قلت هيك. وقال هذيد على العريف قال لك نحن باش نحكموا وعديتكم الفيديو بالصوت مش يعلم، وديم هما زل التيسان قال لك الاسلام يتصرف حتى في اليقظه وفي المنام، يعني مازالكم لك لا تكملوا. قول هو تعشى في رمضان حرامه معيبه، اذا عصيتهم استكروا شمك في زك خالته، انت يتكيف ولا ما يتكيفش ولا يشرب ما يشربش. هشك مفيق والترهدين ومن بعد تبدا وقت التواول يا بابا تبدا. اي وحده كتبت لي البارح قالت سي بور كو لي بو، انا سوا حطيت تصويره واحد فقير ياسر معناتها فكر مدقع، انا سومال ولا زب القط حاجه ديك المخ، وجهه مشاب عمره تلقاه 30 سنه عمره طالع 150 سنه، وك الشر والشمنتر مانيش بحذاه، التصويره ما تعطيش الريحه، اما عطاني حاجه نشم ريحته من تن والعفز العفن والقمل وجرب والجوع والهانه، عمري ما ريت وانا في الشيء هذا في تونس. قالت لك تو نسموا رمضان باش نخموا على الناس هذوما، ينايك بيك انت تخمم عليه؟ تحب يخدم يا زبي. ينا با بزوان دو توا بور بونسي علي، ينا با بزوان دو توا بور كي دون 100 مليم ولا دينار ولا عفوا زبر خالكم تو قداش تعطيه في تونس للفقير هذا كان عطيتوه فلوس. Quelque pour penser au pauvre, tu n'as pas, tu penses à personne, pense à ta gueule. انت خاطر لبس عليك تعطيه دينار ولا 500 وتفكر ضحك ثلاثة تربح ثلاثة على زكو، يعني هو فقير وتتنيك عليه ثلاثة. تهرولك انت زبي هذا خريتو فيه، خريتو فيه. اللي يحب يفطر يفطر واللي يحب يصيم يصيم. وانتم يا جماعة قلتوا عندكم الكريديات ولا الزبي حتى تو فرنسا تنزل عليهم ولا أمريكا وشكون حلوا لك هاوي نو سي لو برانسيب الوينال بعد نهارين ثلاثة. حل الليله، الليله تحل وغدوه الصباح تحل وتو يخرب لك فيه، وخل تاكل بعدها ونعاود لك انت مره اخرى يا بيجي بارتازيون فوا تروازيام فوا زعما تو باش تتوحد مع ياسين ومع ادري شكون روايه قديما مش باكي. لا 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 تو الحسم، فما الحسم الطبقي، فما الحسم السياسي، فما الحسم العسكري. انا لا طالب منك لا حسم طبقي ولا حسم عسكري، طالب منك حسم سياسي ثقافي اجتماعي نتاع مجتمع تونس. يا مع زب ورم حرية المعتقد والتعبير واللباس، هما توا اعطاهم كالقحابة كالبتاع الخمار اعطاهم الحق يلبسوا في بطاقة عريض، وانا الزب مانيش تونسي ما عنديش حق نفطر، يا ود القحبة يا غنوش يا زبي، انا من عام 72 ناضل في زب ورم هالبلاد، ونسب لكم في العروش نتاع الزكوكة نتاع الرحمن نتاع زب ورمكم القحبة. بوركوا جو بريفير سا؟ باسكو وزارة الداخلية عندها الزبي كان هك.
كان هذا يا ولاد الميبونة. دوك نحن لا نخافكم ولا نهابكم، لأننا هذه البلاد بلادنا، وأنا بيدي دم سال في تونس هنا وهنا وهنا بلا ماير وهنا وفي ساقي، وتضرب علي الكرتوش بشد حمادي العش في الأسواق، وجهين ضربوا علي كرتوش، أنا وقفت وأضرب ضد الكعبة خاطر الدم دمت لوجهه، نكتب بدماء الدماغ لأن خنا نتزبوا رمو تصورت هنا بوليس من الكرم عقل تزبوا رمو في وسط المظاهرة، نتبع فيها قلت هو متأكد نجي نجري هو يشري في وسط ضد الكعبة، متأكدت لي هو النهائي نجي نقف قدامه نكتب بدماء تصور تخنانته هنا وجهه تفسد، كي يلقاني كل شيء في وسط الأسواق قبل ما يفرق ما يراش مليح حتى الوجه مشمس بضرب كمان وجهين وما خفتش. دوك مش مناضلين على زبي، وانا كي ما شنكش 10 سنه حبس خاطر عمري ما حطيت قنابل، عمري ما تامرت على امن الدوله، بالعكس انا تامرت من اجل مصلحه الدوله التونسيه ولا القحبه فهمت، ضد الامريكان وتعرفوه الشيء هذا في وزاره الداخليه يا مبنى يا عطايا توا كالك الصيام وتصوم يا زبي ما حبش نصوم ما قلت لا يكرهها في الدين، واذا عصيت فاش تاتي وهزك هو في وسط قهوة شيف زكم وكي تتعدى في القهوة ترمي تعينك عشان هو صايم كحب انت زبي تتوليه على مشاعر الناس وتوليه الوحك مش الله تحكمه في الضمار محاكم التفتيش على القرون الوسطى يا مبنى يا حزاب سياسية يا كل القيادات الباجي ورا الزبي ناس الكل اي متنا هو وقت الفرز يا مع زب ورم الحضارة والحرية وحرية المعتقد واللباس والسكرة واللي حب نيك عمره نيك عمره واللي يكونكم القحبة، المهم انكم ما تبيعوش البلاد كما قاعدين تبيعوا فيها انتم ولاد القحبة، قالك الكفار خيبة خيبة اليهود جيش محمد يا كذب بلاد اليهود فرنسا بتقعب على الزبي نعم بوك وبتربوك وباي ذا واي اليهود اشرف من زب ورمكم الكل، واحسن اغنية تغنيت على زدن بي زاد النبي وفرحنا به ترى هو الجورنو يا ولاد الميبونة هكا ولا بون سلام على شعبنا وانا لا ثورات وانا لا بلعت وحتى نص ذول اللي لبش فيها بلعت على البلاد نتاع زب ورمكم كانت رهدين والنفاق مش وجعكم الكعبه يحكموا فيها الامريكان قحبه واحد فاتح وبالك مريض كي حر مانيش مريض مانيش مسلم مانيش مسلم يا نم بابا سلام عليكم.